مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. اليوم خرجنا نسولو الشارع المغربي واش المرأة تقبل تزوج براجل فايت ليه مطلق وعنده وليدات، والراجل كذلك ومثال واش يقدر يتزوج بمرأة مطلقة وفايت ليها عنده وليدات. بغيتوا تعرفوا أكثر خليكم معنا. ما قدرش، اولا ما كنفكرش في الزواج، وثانيا كون كنت كنفكر في الزواج ما غناخذش واحد مجوج، حيت نقدر مطلق ماشي مجوج، مطلق نقدر ما نتفاهمش معاه، نقدر ما نكونش هذيك هي المراه اللي باغي هو، وانا واخدها من اخرها ما غنجوش. واخا يطلق واخا ما يطلقش، باينه فيك تغير انت. لا ماشي مغيره، غير بحال الله يخلف الله يعمر من الزواج. ها بصح نخليو الناس، واحد من عائلتك، نخليو البنات الاخرين هما، حنا صافي دوزنا وقيتنا بركه، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه. انا كان لا ما ندخلش فيه، ما ندخلش فيه، ولكن الا كانت مزيانه وهو راضي بهذوك الوليدات راه غادي يكون عنده واحد الاجر مع الله سبحانه وتعالى. وثانيا تقدر تصدق ليه، تقدر ايوا الله يجيب لي فيها الخير لينا ولجميع المسلمين. اش نقول لك، ممكن، ولكن اش نقول لك، ماشي على قبل شي حاجه، انما على قبل هذوك الوليدات كما قلنا، وتسرهم دير فيهم حتى هما خير، ممكن تلقى فيهم الخير، ممكن تلقى من اللي ما تلقاش في اسمي شوف الابناء ديالك، ممكن تلقاهم في هذوك الدراري، يعني بهذا الشيء اللي بان لي انا. الا عرفتها انها مثلا هي فيها لفوت ما نقدرش ولو على قبل هذوك الدراري، ولكن حيت هي اصلا كتكون قدوه للام ديالها، للابناء ديالها، اذا انت هذوك الابناء ما جايبهم من سميتهم، بالنسبه لي انا ما نقدرش. ماشي مشكل، في سبيل الله الا كان مستطاع وهذا ممكن. هي كاينه واحد النظره ديال خايبه الصراحه على النساء المطلقات، كتكون شويه يعني فساد، هذه ديما كتكون عندهم هذيك النظره ديال سميتو. لا ما يمكنش، ما يمكنش هكاك، ما يمكنش ليا نتزوج براجل مطلق وعنده وليدات، جامي. عدة اسباب، منها انه عنده الوليدات اصلا، انا ما يمكنليش نتقبل هذوك الوليدات، واخا نوسع خاطري معهم حتى نعيا ما يمكنليش. لا ما يمكنليش حتى انا نتزوج، حتى انا ما يمكنليش، الا ما نقدرش، ما نقدرش، لان الوقت صعيبه والمصاريف وبزاف ديال الحوايج ما يمكنليش. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لي. دابا انا كنت غنتزوج واحد الانسانه اللي كانت مجوجه ولا عندها وليدات، كنشوف بعدا المستوى ديالها كيداير، وكنعرفها في الحياه حيت كاين ماشي كلشي بحال، حيت كاينه الدريه الطيبه وكاينين بنات الناس وكاينين بزاف ديال الحوايج. الانسان هو يتوكل على الله سبحانه وتعالى كانسان. انا بالنسبه لي كمجوج كنقول هذا المصطلح هذا وعارف شنو كاين فيه، يعني انسان شحال من واحد تزوج بشي وحده اللي كانت مجوجه شحال ديجا والده والحمد لله صدقات بخير، احسن من وحده ما مجوجاش. يقول لك شحال من راجل خاصه مراه وشحال من مراه خاصها راجل، فعلا هذه المقوله كتقولها في يقولوها الناس، جميع الناس كيقولوها. وكنتمنى الخير للشباب، يعني بنادم يشوف القلب شنو فيه، وشوف بنادم علاش اساس واحد الاساس كيديره هو في حياته والمجتمع ديالو، هو ماشي هو يشوف راسه ما يشوفش الناس الاخرين. وكنتمنى الخير لجميع الشباب ان شاء الله، وانا كنشجعهم مع الزواج حيت انا مزوجه بربع سنين والحمد لله. اللهم لك الحمد، مره خدام مره ما خدامش، وكنتوكل على الله سبحانه وتعالى، وحالنا طيبه وربي وحق الله العظيم الى حد الان. دابا مزوج ربع سنين ما عمر نهار ربي خيبني ديما عندي. الحلال بحال الحرام؟ لا الحلال ماشي بحال الحرام، الحلال في واحد النسبه زويه وحلوه وقاطعه، كاين الزوين وكاين الخايب، ولكن ديما خاصك انت تكون واحد كيكون طيح الراس في الدار. راه الربح من المراه وخسران من المراه، ملي كتكون المراه معاك في الدار زوينه والله يعمرها دار، حتى كتخرج للشارع ولا كتخرج للزنقه يعني ما غتشوفش وحده اخرى من غيرها، يعني داكشي اللي كاين في الدار ما غت... يعني الانسان كيكون مجوج شي وحده في الدار الله يعمرها دار وتدارهم في شكل الله يعمرها دار، يعني كتلقى الحمد لله الامور كتمشي بخير. وكنتمنى كاع الشباب ان شاء الله، انا كنشجعهم مع الزواج من التجربه ديالي، انا تزوجت ما خدامش، كنت نلعب كره والظروف وهذه، كم دابا الحمد لله دابا الامور الحمد لله بخير، وانا غادي مزيان كنأسس في المشروع ديالي، وغادي يكون عندي مشاكل ديال الدنيا والدين، ولكن الحمد لله والشكر كلشي عنده مشاكل، شكون اللي ما عندوش الحمد لله شكون. دابا غادي الحمد لله، كومي الحمد لله غادي مزيان. انا فرحانه بزاف اليوم، انت واحد المثال زوين للشباب المغربي، قال لك خذوهم فقراء يغنيكم الله من فضله. هذاك الشيء اللي كاين الحمد لله، الله كبير، الله ما كيسببش كيحل البيبان والصلاه. دابا الانسان يوصل ويصل واحد المستوى ديالو، هذه هو الصلاه ديالو وكمال الله سبحانه وتعالى. شي اللي كنقول نقدر ماشي مشكل، لحقاش على حسب واش غنتفاهم انا وياها، فهمتي؟ وتجيني صراحه اون ديبار
عادي نقدر ناخذها. لا ما كاينينش المشاكل ما تيكونوش، شي يكون اقل شي هو اللي فيهم المشاكل، اما المشاكل ما يكونوش كاع. الا تفهمتي حتى هو راه تاخذها ما كاينش مشكل. ولادي ما كاينش مشكل. لا ما عنديش كاع هاد الفكره، ما كاينش هاد الشيء كاع. كوم لا فرانس عادي جدا، هي مجوجه ومطلقه، ماشي كانت ماشي والده شي ولاد بالحرام ولا شي لعيبه ولا شي حاجه، يعني تفرض عليها الزواج وطلقت. مشاهدينا رجعنا لكم مره اخرى، كانت هذه الاراء ديال الشعب المغربي. سولناهم واش يقدروا يبغيو يتزوجوا بوحده فايت لها مزوجه ومطلقه، والراجل كذلك ومثال واش يقدر يتزوج بوحده فايت لها مزوجه ومطلقه. كانت هذه الاراء ديالهم بين مؤيد ومعارض. خليو لنا الاراء ديالكم نتوما في التعليق. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.